أول شيء أنا إنسان نازح من مضيعات تفريعة كبيرة بتبعد عن المكان المحل 3 كيلومتر. طلعنا على المخيمات بعزاز، معي عيلة 11 نفس، بركنا بالمخيمات 4-5 شهور، يعني شفي عنا مصريات صرفناها. أول 4-5 شهور بعد ما خلصت المصرات عانينا المر، حق خبز ما في، شغل ما في، بدك تطلع تشتغل ما في، الأولاد على المدرسة ما بنحسن نبعثهم لأنه ما عندهم لبس. وبعدين طلب للمشاريع الصغيرة أسماء، قال لي أنت من ضمن أسماء كونك كنت فاتح محل لمدة 12 سنة ولو عندك سيولة تقدر تعيش، ما عندك بحاجة حدا. وقدمنا الاسم وتوافق عليه وسوينا دورة بالباب 3 أيام واستلمنا المعونة والحمد لله. اشتغلنا بالطاقة ودشات، طاقة بديلة، بطاريات، مدخرات، وأنا مهنتي تصليح كمان، رجعت المهنة، حويت عدة، اشتريت عدة والحمد لله، والأمور تحسنت 100 درجة عن القبل. أول شيء حق خبز صار بالبيت، يعني جوز على يسمع الحكي هذا يقول معقولة ما في حق خبز؟ لا، معقولة ما في حق خبز كان، لأنه جاري اللي نزل لي الخبز وصل مبلغ الخبز 20,000، بطل يديني يعني. وأنا أحس إني خلاص يعني غلعت، بنقول إحنا هنا السوريين غلعت يعني إغلاع، بإذن الله المغلع أعطيتنا الإغلاع وإحنا علينا الباقي التعب والشغل والحمد لله رب العالمين. نشكر منظمة إحسان، والله وقدرهم يصلون للناس المحتاجة. أنا على موجب ما شفت اللي معاي بالدورة، الأشخاص أعرفهم بالشخص، كلهم وضعهم صفر ويقدرون يشتغلون، بس بدهم مين يقومهم. طبعا تقدر تشتغل بس إذا ما عندك سيولة ما راح تقدر تشتغل ولا تقدر تستمر. أنا عز الحمد لله فيق الصبح بكير، نجي على المحل ننظف المحل، نفتح المحل، نطالع، نعرض بضاعة برا، شبي عندنا تصليحات تجهيز نجهزن، إذا عندنا نقص قطع تصليح نطلع على الباب نجيبن، نمشي أمور الزباين الحمد لله بإقبال، كون أنه منطقة ما بها كهرباء الطاقة البديلة هاي ساعدت كثير بحلت مشكلة الكهرباء. يعني صارت الطاقة الحز تشغل الغطاس تعطيك مي للبيت، صارت تشغل غسالي، صارت تشغل تبريد والحمد لله رب العالمين، والأمور على أحسن.